مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وبرفقتكم، غادي نفتحوا دردشة في موضوع كيهمنا جميع وكالعادة كيهم المجتمع، المرأة والأسرة. بلا شك كنا تبعنا المأساة اللي عشناها خلال هذا الأسبوع على مستوى مدينة الدار البيضاء، من 3 تساقطات مطرية اللي كانت غزيرة، لكن النتيجة من بعد هذا الخير هذا كانت كارثية. للأسف بين هذا وذاك عدد من الأسئلة تطرحات، في غياب تصريحات مباشرة للجهات المسؤولة، تهرب مباشر من الإجابة على أسئلة المواطنين، خلتنا نطرح جملة من الأسئلة كمواطنين، كإعلاميين، كغيورين بطبيعة الحال على الشأن المحلي سواء بمدينة الدار البيضاء أو على المستوى الوطني بصفة عامة. لكن مدينة الدار البيضاء كتبقى هي النموذج اللي احتضنات هذا الوضع الكارثي خلال هذا الأسبوع. لاحظنا بأنه خلال هذا الأسبوع كانت فيضانات، كانت انهيار في مباني بين قوسين آيلة للسقوط، ولكن النتيجة كانت كارثية للأسف. وملي طرقنا باب المسؤولين باش نسمعوا إجابات صريحة، كان رفض تام، عدم تواصل نهائي مع الإعلام. بالنسبة للشركة الوصية اللي هي ليديك كاين رفض في التواصل، وأيضا على مستوى مجلس المدينة كاين رفض ديال التواصل، والكل كيحمل المسؤولية للآخر. لهذا الغرض اليوم غنفتحوا الدردشة ونعرفوا الأبعاد القانونية ونحطوا واحد النظرة على مستوى الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء. لهذا الغرض كنستضيف معايا ضيوفي الكرام. حاضر معنا الأستاذ محمد أبو يهدى، صحفي ورئيس تحرير بجريدة الأحداث المغربية. مرحبا بك سيدي محمد. شكرا على الدعوة وفرصة سعيدة. الله يطول عمرك. أيضا حاضرة معنا ومشرفانا الأستاذة بدري هاجر، محامية بهيئة الدار البيضاء. مرحبا بك أستاذة هاجر. شكرا للا سكينة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. بداية قبل من نتكلموا على الجانب بطبيعة الحال القانوني وعلى التعويضات الخسائر الكثيرة اللي وقعت للناس، نبغي ونتقربوا أكثر في الصورة كوننا كنتكلموا على واحد المأساة اللي قاست عدد من الناس. كاين خسارات على مستوى المباني، على مستوى الناقلات، كاين خسارات على مستوى البنية التحتية ديال مدينة الدار البيضاء، ومع ذلك كاين رفض تام لأنه يكون تفسير مقنع للمواطن حتى أنه يعرف شنو خاصو يدار. تفضل أستاذ محمد. للأسف هاد التساقطات الأخيرة كشفت عن العديد من الأعطاب، وأخشى أن أقول بأنه لم تعد أعطاب، هي مرض مزمن أصبحت تعاني منه الدار البيضاء. أعطاب تخص السياسة الترقيعية التي يتم بها تسيير المدينة، أعطاب تخص البنيات التحتية، ثم أعطاب فيما يخص التواصل مع المواطن ومع الصحافة الوطنية. هاد الأعطاب منين كتجمع في 3 أيام فتتحول إلى كارثة. من بين الأشياء التي عايناها وهو الشلل، مازال ما غاديش نتكلموا على الخسائر، ولكن الشلل الذي يصيب الطرقات عند كل تساقطات بسبب مجموعة ديال العيوب التي تعاني منها المدينة فيما يخص حركة النقل وحركة السير والجولان. مجموعة من القناطر التي تعزل العمالة، يأخذ كابيتال على ذلك. عمالة إذا رأيت بأنني أسهب في الكلام المرجو توقيفي، لأنني إذا سنتناول نهايهم المواطنين نتعرفه. مثلا عمالة عين السبع، هناك أزيد من 5 قناطر تحيط بهذه العمالة. عند كل تساقطات تمتلئ أسفل هذه القناطر بالمياه، وبالتالي يتم سد هذه الشوارع وعرقلة حركة المرور، بمعنى أن عمالة عين السبع تصبح معزولة عن دار البيضاء كاملة، وهذا يؤثر على حركة السير بالنسبه للناس اللي غادي الاعمال ديالهم، بالنسبه للمدارس اللي بتشتغل في عمليه عين سبع وربما في مناطق اخرى، بالاضافه الى ان هذه القناطر اذا لم يتم صيانتها بشكل اقل بشكل دوري، ماشي غير مع الحمله، غير حنت كاين فيضانات، لا، خصها برنامج للصيانه بشكل دوري، فهي تصبح مهدده لحياه الناس ومهدده
الحركه السير والمرور. مساله اخرى فيما يخص الخسائر التي تكبدها المواطنون، كان هناك احياء المياه، التساقطات والسيول دخلت الى بيوت الناس بسبب مسالك الصرف الصحي التي اختنقت. وهناك اشياء كثيره واسباب كثيره ادى الى هذا الاختناق، منها تراكم ديال الازبال، منها وهذا اللي خطير وهو الرؤيه التي يتم بها تصميم الاحياء في مدينه الترويضه. نعلم بان مدينه الترويضه هي مدينه اقتصاديه، هي مدينه عمرانيه، هي مدينه سكانيه، نرى اكبر حي من حيث الكثافه السكانيه في المغرب كامل يوجد مدينه الدار البيضاء، اعتقد هو بعماله الفداء دار السلطان. المشكل ان تصميم الاحياء الجديده لا ياخذ بعين الاعتبار رؤيه مستقبليه للتطور ديال المدينه. عندما نشيد حيا جديدا نوفر البنيه التحتيه مزيان، نقوم بمد قنوات الصرف الصحي بالمرافق، ولكن هذه قنوات الصرف الصحي ديال هذا الحي الجديد هي مرتبطه باحياء اخرى، حيث ان تصريف المياه ماشي مرتبط بهذاك الحي ولكن باحياء اخرى التي يتم الابقاء على نفس القنوات. وبالتالي عندما تصل المياه الى هذه الاحياء فهي تفيض على السكان وتغمر المنازل، تغمرها المياه، مما يسبب خسائر كثيرة في البيوت لا في السيارات. كاين بعض العمارات اللي هي حديثة الإنشاء والكاف ديالها امتلأت بالمياه مما أدى إلى أعطاف العديد من السيارات. ثم نصل إلى مشكل انهيارات الذي وقع في درمولي شريف. أنا ابن درمولي شريف، وانهيارات وقعت على بعد زقاق او زقاقين من 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 البيت ديالي. فالمشكل ديال درمولي شريف هو ان هناك الكثير من 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 البيوت المتداعيه. السلطه احصت هذه البيوت قبل هذا المشكل ديال الفيضانات، وقامت بادراج البنايات التي عليها أن تشرعها في الإصلاح، ثم البنايات التي لم تعد صالحة ولا ترميمها لن يفيد في شيء، وبالتالي يجب هدمها وإعادة بناؤها. ولكن هناك مشكلة على مستوى المساطر الإدارية، هناك بيروقراطية تقتل، البيروقراطية هي التي تقتل الناس، راه ماشي الكوارث للأسف الشديد، لأن الكوارث لا نتحكم فيها، ولكن التسيير الإداري فهدف المتناول يمكن تحكم فيه ويمكن إصلاحه. وهنا في تقع العديد من المشاكل. للأسف كان هذه المرة كان ضحايا، وحتى الناس ظلت مشردة وما زالت تنتظر، لأن السيد العامل أخبرها بأن يوم الثلاثاء عاد غادي نبداو نذكروا في هذا الموضوع. فتصوروا معي من اليوم الجمعة السبت والأحد ثلاث أيام الناس تبيت في العراء، يعني المشكل لم يعد مشكل يعني عمراني واقتصادي ومشاكل بيئية، أصبح مشكل اجتماعي ويمس المواطنين. بقى العنصر العطب الثالث إذا كان ممكن أو ممكن رجعوا ليه من بعد. غنرجعوا جملة من الأمور اللي تطرقتي لها أستاذ محمد، ولكن فقط غير باش ما يضيعش ليا كما كنقولوا خيط الحديث، أنا غادي نرجع عندك مجموعة من النقط، خاصة هذه المسألة ديال الاجتماعات. الكارثة وقع نهار ثلاثة والاجتماع نهار الجمعة، الكارثة وقع نهار الجمعة والاجتماع نهار ثلاثة، يعني الناس تبيت في الشارع والمسؤول يطلبهم بالانتظار. انتظار ماذا؟ على الاقل خذ الناس، كاينه مدرسه، هناك مدرسه في درمولي شريف ما فيهاش تلاميذ، غير مستغله، علاش مثل على الاقل ايواء السكان وتوفر لهم المسائل الضروريه فيما حتى يتحل المشكل، او لا حتى نشوفوا كيفاش. يعني كاين هناك مجموعه ديال من الحلول المؤقته من اجل الوصول الى حل نهائي. نعم، انا غادي نرجع عندك استاذ محمد لا سمحتي، غنتجه عند استاذه هاجر. استاذه هاجر، اسئله كثيره طرحت عند الناس، خاصه يعني الناس اللي فقدوا السيارات ديالهم،
لأنه جملة من السيارات اللي تفقدت خلال هاد الأمطار هذه. أيضا الناس اللي كانت عندهم مشاكل على مستوى المرائب أو لا على مستوى البيت مثلا، كيقول لك أنا دير تأمين، ولكن التأمين كيقول إحنا ما عندنا جل التأمينات، كيرفضوا أنهم يأمنوا المرآب أو لا الكراج. السيارات كتطرح سؤال واش كاين تأمين على الكارثة الطبيعية ولا ما كاينش تأمين، وشكون اللي خاصنا نتابعو وشكون اللي ما خاصناش نتابعو. الناس كتقول لك واش حنا غنمشيو ندعيو الدوله وبقينا تما جا ما فك هذا الشيء. بزاف ديال الامور كتطرح على المستوى القانوني. شنو رايك في هذه الازمه هذه؟ عاد ندوزو للشق اللي كيهم، الانهيار ديال المنازل ديال الناس. واخا سكينه، المشكل اللي المشكل او الاضرار اللي نجات على التساقطات الاخيره اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء، كان ديال الدار الناس اللي خارج الدار البيضاء وكيجيو كيخدموا في الدار البيضاء، ومن انطلاق من الصور اللي شفناو الفيديوهات، هذا الشيء عشناه في واحد 3 ايام اللي تقطعات الطريق، الناس ما خدموش، المدارس ما تقطعوا، كانت خسائر بالنسبه للبنايات للسيارات. هو الصراحة مشكل متشعب، تقانونيا متشعب. لان ملي كنهضروا على التامين والناس اللي ضاعوا في السيارات ديالهم او الناس، كنرجعوا دائما واش كارثه طبيعيه، واش قوه قاهره. خصنا نرجعوا نشوفوا واش التساقطات فعلا، يعني النسبه باش طاحت هاد التساقطات في مدينه الدار البيضاء، واش فعلا هي تدخل في اطار القوه القاهره او كارثه طبيعيه، او انها تساقطات عاديه غير حنا ما عندناش امكانيات وما عندناش البنيه التحتيه اللي متمكن من تصريف هاد التساقطات، وما تخليناش نوصلوا لهاد الاضرار اللي وصل لها اللي لحقت السكان في مدينه الدار البيضاء. ثاني حاجه كنجيو للتامين، التامين لي زاسورونس من بعد الكارثه اللي كانت وقعت في 2010، حيت هادشي عنده تاريخ في الدار البيضاء كيتعاود وكي ما بقاتش. انا بالنسبه لي ما بقاتش كتسمى كارثه او قوه قاهره، لانه شي حاجه اللي كتوقع وكتعاود، يعني شي حاجه اللي متوقعه. الدار البيضاء ديما كيفيضوا شي بلايص، وديما كتغرق بعض الاحياء، يعني هادشي كيتكرر ملي كيتكرر، يعني ما بقاش داك العنصر الفجائي او ديال القوه القاهره. راح خصنا نوجدوا ليه، وخصنا تكون عندنا الامكانيات، تكون عندنا دراسات، تكون عندنا لجان، تكون عندنا وحدات اللي كتخدم في هذا الشيء. بالنسبه في الوقيته اللي وقع داك المشكل في 2010، شركه التامين من بعد طرحوا واحد المنتوج اللي هو داك التامين على الخسائر بسبب الفيضانات او الكوارث او ما يسمى الكوارث الطبيعيه. دابا ملي تجي لاسيورونس، يعني اغلبيه الناس ملي كيمشيو كيبغيو التعويض كتقول ماشي كارثه طبيعيه لانها امطار عاديه. المشكل في البنيه التحتيه، فهمتي؟ لان ملي كنبغيو التعويض دائما كندورو في المسؤوليه القانونيه اللي كتكون من الخطا والضرر والعلاقه السببيه. ملي كنبداو نقولوا ملي كنمشيو للتامين، التامين على الكوارث الطبيعيه او القوه القاهره، ماشي الخطا، ماشي المسؤوليه، ماشي الضرر، فهمتي؟ دابا لاسيورونس هي كتخرج منها وكتقول لك هذه راه ماشي قوه قاهره، هذه راه امطار عاديه شات ليا الطوموبيل، او وقعت اضرار في البيت، او نهار البيت، شنو خاصني ندير؟ ما عنديش حل. لا، ماشي ما عندكش حل. ببساطه قلت لك دابا المواطن المغربي بحال كيدور في واحد الدوامه، غيمشي عند لاسيورونس تقول لي ماشي قوه قاهره. خاصنا نعرفوا نكيفوا هذه التساقطات اللي طاحت مؤخرا في الدار البيضاء، واش هي طبيعيه او غير طبيعيه. حيت لا كانت غير طبيعيه هضره اخرى، كاين التامين. الا كانت طبيعيه وحنا ما عندناش البنيه التحتيه او القطاع او المفوض له اللي هو شركه ليداك اللي مكلفه بتدبير المرفق العمومي ديال التطهير و مشات ليا السميه، المهم معليش ما عليناش. ليداك، يعني هنا كنوليو في مسؤوليه تقصيريه تجاه هذاك المفوض له اللي هو ليداك، لانها ما كاينش الامكانيات اللي كان خصها تكون من اجل تصريف ديك المياه ديال الامطار. كنمشيو كتبقى مسؤوليه اخرى ديال المواطن تجاه مجلس المدينه، في اطار انه كيمثلنا حنايا، مجلس المدينه كيمثل المواطن، وهو اللي تعاقد مع ليداك مقابل واحد الخدمه. هو حمل المسؤوليه ليداك، قال لكم اللي خاص
مع المواطنين. هو كيحمل المسؤوليه اللي داك، ولكن حنا كنحملوه هو المسؤوليه، لانه انت درتي العقد مع ليداك، راه خاصك تعرف شنو دير في داك العقد، وخاصك تكون عارف ملم بالحاله او الوضعيه اللي ديال الدار البيضاء، وعارف اشنا هما نقاط الضعف، اشنا هما خاص يكون. حنا العقد ما مطالعينش عليه، واش حنا كمواطنين ما عندناش اطلاع بهذا العقد اللي دايره ليداك مع مجلس المدينه، ما عارفينش. نعم. وكاين عاوتاني مسؤوليه اخرى، لان كاين مجلس الوصايه اللي كيتمثل في الولايه، لانه كاين جهاز خاص اللي كيتبع هاد العقود ديال التدبير المفوض، حتى هو مسؤول. نعم. فهمتي دابا حنا فين الدوامه اللي كندورو؟ متى هي متى خاصنا نحددوا هاد الامطار، واش خارج على الامطار العاديه، واش انها تشكل كارثه طبيعيه، واش تشكل قوه قاهره، هذيك هضره اخرى. واش كنهضروا على انه امطار عاديه ايه سقطت بكثافه لمده اسبوع وامطار عاديه، غير حنا عندنا ضعف في البنيه التحتيه وما عندناش يعني القنوات لتصريف هاد المياه تساقطات، وما عندناش اليات، ما عندناش مدخات اللي تقدر تخوي لينا هذاك يعني البلايص اللي عرفوا واحد اللي غرقوا، لان جميع الممرات لي سوتيران اللي كاينين في الضرب، يعني الانفاق اللي كاينين سواء في الزرقطوني او كلهم غرقوا. واش ما كاينش واحد التصور هاد الناس ملي صوبوا هاد الشيء؟ ما كاينش واحد التصور انه واحد النهار غتبقى الفيضانات، لا سيما وانا الدار البيضاء كتعرف هاد المشكل من 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 هادي واحد من عنده تاريخ، يعني من الواد ديال بوسكوره اللي كان كيفيض على الدار البيضاء من زمان، يعني ماشي هاد دابا. يعني هاد المجلس المدينه 20 سنه ربما كان كيتطرح هاد السؤال في اعمال فنيه، وكيت هاد السؤال بواحد الطريقه معينه، يعني ديال واش ما غتصبحوش هاد الشيء، واش ما غتصبوش هاد الشيء. من العيب انه حتى اليوم مازال حنا كنعيشوا نفس المشكل ونفس الدوامه كندورو فيها، حتى نفس المشكل. انا باش نلخص لك دابا، انا درت معاك هادشي كامل، نلخص لك السؤال ديالك، لان المواطن ديما كيسول، وانا دابا فين انا شنو كيفاش غنتعوض. انا قلت لك السؤال كينحصر في انه هاد الامطار واش امطار كارثيه ولا امطار عاديه، حنا اللي ما عندناش البنيه التحتيه. الا كانت امطار كارثيه او قوه قاهره، هنا كيبقى الا عنده التامين راه غيتعوض، الا ما عندوش التامين غيقدر يتوجه لمجلس المدينه، لانه خاصو كيخلص واحد. حنا ملي كنخلصوا ليداك كنخلصوا ليها واحد لا ريدوفونس، ما عرفتش مشات ليا الكلمه بالعربيه، كنخلصوه مقابل واحد الخدمه. يعني انا ما خديتش ديك الخدمه، غنقدر ندعي مجلس المدينه اللي بدوره هو كيقدر في اطار مسؤوليه التقسيم، هو بدوره كيدعي ليداك في اطار المسؤوليه العقديه، لانها اخلت بالتزام عقدي اللي بينه وبينها، اللي نورمالمون خاصو يكون من ضمن شروط العقد انها توجد بنيه تحتيه، توجد قنوات الصرف، توجد هذا الشيء كامل. نعم. هادو هما الامكانيات اللي عند المواطن العادي اللي في التصور ديالو، او في كنهضر بلغه بسيطه باش يفهمني المواطن العادي، يعني اللي مضروره تيقول لك انا لمن غنتوجه، خاصو يعرف انه هاد الامطار واش كارثيه او امطار عادي، باش نحددو الجهه الاولى. هو المشكل ربما يعني استاذه هاجر هي امطار عاديه ولكن بصوره كارثيه للاسف. مع الاسف انا واخا انا ماشي خبيره او ماشي ماشي مختصه في هذا الشيء، وما غنقدرش نجزم، ولكن مع الاسف غنقول لك بانه امطار عاديه. احنا ماشي يعني التساقطات اللي كانت ماشي شي امطار يعني تصنف ككوارث طبيعيه او كقوه قاهره. وفي الاخير كنقول لك يعني ان المحكمه هي اللي عندها السلطه التقديريه بناء على داك المعطيات اللي غتحط امامها، انها تحدد لينا واش قوه قاهره او امطار عاديه، ومن انطلاقا من ذلك نقدروا نحددوا المسؤوليه ديالنا. لكن الى شفتي لي ما غنرجع. لا تفضلي الى شفتي لنا نعاود نرجع عندك، ولكن مباشره غادي ننتقل عند استاذ محمد. استاذ محمد، ربما حنا ملي كنتكلموا على هذا الجانب هذا اليوم في مدينه الدار البيضاء خاصه، في العادي في اليوم العادي من مد السكينه الاشغال،
من ما تحركتي كاين الاشغال ولا الحفير عندنا يعني كنعيشوا معاه واحد النوع من التعايش. ما يمكنش الا تمشي شارع وبان لك ما كيتحفرش كتجيك شي حاجه غريبه. خاصنا نشوفوا الناس وخاصنا نشوفوهم كيحفروا وخاصنا نشوفوهم كيصابوا تروطوار وكيتقلع هذا وكيعاود يرجع هذا. ومع ذلك ملي جات هذه المأساة هذه عرت على واحد الواقع خطير جدا. يعني راه الفيديوهات راه كانت كارثيه، الشوانط تفرعات، الحفر كبيره بزاف، يعني البنيه بانت على انها هشه للغايه. كاين رفض تام في التواصل للاسف، للاسف. غير انه حسب ما يعني اشرت ليه الصحافه على لسان السيد العمده قال بانه كيحمل مسؤوليه تامه لذاك. قال المواطن واش بغيتو تدعيو سيروا دعيو لذاك، انا ما عندي ما ندير، ما مفادو. هنا كنبغي نطرحوا مجموعه ديال الاسئله. كثرت الاشغال، ميزانيات كتخرج، اموال كثيره اللي كتخسر، وما كاين والو، ومدينه غارقه في الديون. هذا هو المشكل. ثم واحد الملاحظه اللي هي اساسيه، غير التوصيف، توصيف اللي ذكرت الاستاذه هو صحيح، ان المواطن اصبح في قلب متاهه. لما او دخل ليها ما عرفش كيفاش يخرج منها، لا ما عرفش شنو الاداره اللي مسؤوله على الملف ديالو حاليا. ولكن ما قاله العمده هو ضحك على الدقون. مواطن الا ما كانش مواطن كيعرف شنو طبيعه العقده اللي عند مجلس المدينه مع ليديك، ولكن المواطن عنده تعاقد سياسي واخلاقي مع المنتخب، وبالتالي فالمؤسسه الذي تتحمل كامل المسؤوليه تجاه المواطن هو مجلس المدينه. احنا انتخبنا سياسيين لخدمه قضايا القرب، لان هذه مجالس محليه، هذه لا تدبر شؤون البلاد، لا تدبر شؤون المدينه، وكل مقاطعه جماعيه فهي تدبر حدود ترابي ديالها طبيعه الحال تنسيق مع مجلس المدينه. لذلك ما يضحكوش علينا هاد الناس، لانهم يتحملون كامل المسؤوليه. وعلى المواطن من حقه انه يطالبهم مباشره، هما يشوفوا شغالهم مع المؤسسات اللي تعاقدوا معها، هما هذوك شغالهم، ولكن عملهم الاساسي هو تعاقدهم مع المواطن كما قلت سياسيا واخلاقيا، لانهم انتخبهم من اجل تمثيله. ما معنى التمثيل؟ التمثيل الحدود الدنيا ديال التمثيل هو توفير الخدمات الأساسية، طرق النقل. قبل النقل قصة ديال النقل هذه في الدار البيضاء لا تنتهي من أيام الحافلات البرتقالية، هذه أسطورة. يعني بعض الأشياء تحولت إلى وأصبحت مطار سخرية عند المواطن المغربي. كيفاش المواطنين عبروا على هذا الواقع الأليم والبائس من خلال الصور ومن خلال التعاليق التي تسخر من المسؤولين الذين لا يتحملون مسؤوليتهم للأسف. حنا غادي نجيو للطريقة ديال التواصل، كيفاش تواصلوا مع الناس وكيفاش تواصلوا مع الصحافة الوطنية، غادي نتكلموا عليها. مسألة أخرى وهي كما ذكرتي مسألة ديال الأشغال التي تنتهي لا تنتهي، وهذا بحد ذاته هذا عطب كبير، لأنه يتم حفر شارع اليوم من طرف مؤسسة معينة، ثم تأتي مؤسسة أخرى لتقوم بأشغالها في نفس الشارع. يعني كاين هنا ارتباك، شكون المسؤول على التنسيق ما بين المؤسسات؟ هو مجلس المدينه، هما المنتخبين، هما اللجان اللي كتشكل مجلس المدينه من اجل متابعه كبير الملفات ديال المواطنين وملفات المدينه. مسألة أخرى فيما يتعلق بالتصور الاستراتيجي، راه ملي كنقولوا بأن هذا المتروبول، ملي كنقولوا بان هذا القطب المالي والقطب الاقتصادي بالبلاد واكبر ميناء، راه هادشي كله راه خصو تصور على مدى. ملي كنفكر ندير واحد المشروع، هذا المشروع خصو يكون صالح ليا واحد 40 عام لقدام، ماشي من هنا 10 سنين او 5 سنوات ولقى مشاكل اخرى ولقى بان هذاك المشروع لا ديما خاصنا نحفروا الاولى ونردموها، ويعاودوا يجيو الاخرين يديروا الكابليات ويعاودوا يردموها، ويعاودوا يجيو الاخرين يشوفوا دوك الكابليات ما صلحوش ويعاودوا يحفروا عاوتاني ويعاودوا يردموها، وميزانيه على ميزانيه على ميزانيه بدون استنزاف في الميزانيات.
وكاين مساله اخرى هي الطريقه التي تدار بها الاشغال. حشومه واحد شارع يتنقل به الناس يوميا، يتنقل فيه الناس يوميا، غادي نسدوا لمده شهر او شهرين او ثلاثه اشهر. عيب، راه كاين عقليه اخرى غير بطريقه الفرق. راه كاين فرق اللي خصها تشتغل بالليل، وفرق تشتغل بالنهار، وفرق تشتغل في نهايه الاسبوع وفي العطل، باش ما توقفش مصالح ديال الناس. الو الا كنت كتخمم فعلا مصلحه المدينه انت كمنتخب، وكتخمم فعلا خدمه المواطن، فراه راه خصك تبسط له الحياه، ماشي تعقدها ليه في هذه المدينه هذه. في الحقيقه العيش داخل هذه المدينه اصبح من سابع المستحيلات. الناس جالسه في هذه المدينه على قبل لقمه العيش، كتمشي كتشتغل من اجل توفير القوت لابنائها ولعائلتها. اما اسلوب الحياه اصبح جحيم، لا في التنقل، هذا راه بدون فيضانات، بدون كوارث. راه الدار البيضاء تعيش وقت ذروه طوال اليوم، ما كاينش ذروه في الصباح وفي العشيه كما هو متعارف عليه، راه ذروه طوال اليوم. الشوارع الاساسيه والرئيسيه فهي خاص باش تدوز منها كخاص تضرب لها ألف حساب، هذا كله على حساب الحالات الميكانيكيه للسيارات والعربات، على حساب الاعصاب ديال المواطن، وعلى حساب وقته. يعني دابا الحياه راه اصبحت تتطلب يعني تحركا سريعا من اجل قضاء الكثير من الامور، وربما التقنيه والتكنولوجيا دارت هذا الامر. فكنسمعوا المسؤولين كي يتحدثوا على مدينه ذكيه، كيفاش ذكيه؟ فين هو هذا الذكاء؟ ابسط حاجه اللي كان ممكن دار وهو غير يحلوا ديهم وتصنتوا لديك النشره الحمراء والارصاد الجويه، قالت لهم ديرها نشره حمراء ونتسنى تولي سوداء، الى السوداء راه نسدوا البلاد ونزيدوا بحالنا، ولا نشره حمراء. اذا خاص تحرك سريع، خاص تنسيق ما بين جميع المصالح، خاص كل شيء الفرق تخرج تخدم. الناس كيتسناو حتى تفيض الشوارع، ما كيفرقوش بين اللي تحمل طابع الخطوره وما بين النشرات اللي كيسمعوا. ده يعني كاين هناك حتى مشكل فقط. اليوم بات من اللازم، بعدا المنتخبين بات من اللازم ان يتوفر على مستوى تعليمي عالي من اجل تسيير شؤون المدينه والتواصل مع الناس. اما الشكل الذي يتم به ترشيح المنتخبين والطريقه التي تتم بها الامور فهي لم تعد صالحه لتسيير مدينه مثل الدار البيضاء. نعم، نوصلوا للمساله ديال التواصل الكارثيه التي فانت كتخرج مع الصباح ها من بعد يوم ديال الفيضانات، ظاهر ان السلطات والمصالح المختصة عارفة شنا هي الطرق اللي مسدودة، وعلى الأقل غير تواصل مع الناس. الناس كل شيء كتدخل الفيسبوك، الناس كلها عندها الانستغرام وتويتر، هذه مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ما كنتكلمش على المواقع القنوات الرسمية، هي المواقع التواصل الاجتماعي، ودير فيهم نشرات إخبارية سريعة. هذا الشارع راه مقطوع من المنطقة الفلانية إلى النقطة الفلانية، هذا الطريق لا يمكن استعمالها، هذا الحيفة هو مغلق للأشغال، وتعطينا المدة ديال الإغلاق. وهذا الشيء كله باش ذكية هذه المدينة، إذا ما كنتش كتحترم الذكاء ديال المواطن. للأسف يعني لقينا أنفسنا في متاهة، الناس خارجة تخدم ما عارفاش واش غتوصل ولا ما غاديش توصل. كاين اللي قضى اليوم كامل وهو كيدور كيقلب على الزنقة من يدوز في الاخر رجع لدارو. بعد المؤسسات التعليمية استاذ ربما اللي اكبر من هادشي انت سايق ورد البال الحفرة والشتا والناس اللي قاطعين في الشارع وهذاك اللي حداك وهذاك اللي جاي من موراك، ويعني ما كاينش ادنى احترام للمواطن الكازاوي في انهم يتواصلوا معاه. انا غنقولها بالعاميه، ما كاينش ادنى احترام للمواطن البيضاوي ولا غنقول المواطن الكازاوي، ولو يعني فقط غير رساله تواصليه مباشره انه الوضع ها كيفاش داير وشنو واقع وشنو واقع وشنو واقع، كانه الفيضانات غدوز وغتسكتوا غيدوز هذا الشيء وماشي مشكل، واللي بغى يطريطر من بعد ماشي مشكل. راه فعلا التواصل، هناك عده اشكال التواصل، لعل ابسطها واكثرها فعاليه هو المسؤول يخرج يخدم. هذا هو اكبر
يعني هذا كيبان ليا هو اهم طريقه للتواصل. منين المواطن كيشوف المسؤول كيخرج للميدان وكيوجه الناس ديالو وكيطالع على الخسائر وكيتواصل في عين المكان مع الناس، هذا هو اكبر تواصل. على الاقل حتى في الجانب النفسي للمواطن كيطمئن، كيعرف ان راه ما يحتاج انه يتكلم، راه كاين الناس اللي قايمين بالاشغال ديالهم. للاسف منين الصحافة الوطنية ومنين الصحفيين كيعلقوا على هذا الموضوع فما يتعرضون للتقريع. وهنا غادي نذكر الحالة ديال الزمير رضوان رمضاني اللي تعرض للتقريع واتصال ما فيه يعني لا ما فيش حد أدنى ديال التواصل من طرف المسؤول ديال يحصر من طرف المسؤول ديال التواصل في وزارة الداخلية. وهو يعني ما نتأسفوا له، احنا لا ننكر بأن كاين رجال سلطة اللي عيناهم وشفناهم وتواصلنا معهم وكانوا يشتغلون، ماشي غير في هذه الفترة، هذه طوال سنة يعني وقت ما اتصلت به تلقاه يوجد في الميدان، ولا الناس نحترمهم، ولكن مع ذلك كاين واحد عينة اللي هي خارج المفهوم الجديد للسلطة، ما زالت تدبر أمورها بعقلية أعتذر على هذا الوصف، ولكن ولم تواكب السرعة التي يسير بها عصرنا الحالي. نعم، أنا غادي نرجع لمجموعة من النقاط أستاذ محمد لا سمحتي لي، ولكن قبل منها غادي نتجه عند أستاذة هاجر. أستاذة هاجر، في ظل الظروف الحالية يعني إحنا كنشوفوا بأنه ربما الأمطار توقفت اليوم، يعني غدا غيصبح الجو مستقر، ولكن مع استقرار هذا الجو كنلاحظوا بلي الوضعية الحالية هي غير مستقرة لواحد العدد ديال الناس اللي فقدوا المساكن ديالهم، وللأسف ما كانش حتى إعادة أو المحاولة إعادة إيوائهم. الظروف الحالية ظروف كورونا صعب على هاد الناس حتى أنهم يتواصلوا مع عائلاتهم أو يمشوا عند عائلاتهم، أو كل شيء خايف على راسه. لا بغينا نقولوا في المجمل الناس مازال خايفة على راسها، مازال إحنا كنواجهوا واحد الجائحة اللي هي عالمية واللي هي كارثية على المستوى الصحي. فبالنسبة لهاد الناس ربما شنو هو الإجراء القانوني الأقرب على الأقل اللي يمكن أنه يحميهم في الظرفية هذه، أو أنه يغيب ذلك عن هذا الوضع لأنه لم يكن له سابقة ربما، أو لم تكن له أصوات من قبل؟ ما سكينة، قبل ما نجاوبك على هذا الجواب بغيت نعقب على التصريح اللي صدر على السيد العمدة المدينة، واللي كنعتبره أنا غير مسؤول، تصريح غير مسؤول وتصريح غير معقول وغير مقبول. لأن مجلس المدينة ماشي في شخص العمدة الحالي، المجالس اللي تعاقبات كلها مسؤولة، وهي اللي تعاقدت مع الشركة ليدك يعني اللي مكلفة بتدبير القطع ديال الصريف والمياه وهذا الشيء، وهي اللي مسؤولة وهي اللي تعاقدت مع هذه الشركة وهي اللي حطات البنود ديال هذا العقد. وكاين قانون اللي كينظم هذا الشيء اللي هو قانون 54.05 اللي كينظم لنا تدبير المفوض، يعني راه هذا المجلس المدينه ملي جا راه ماشي راه كيجي يدير داكشي من راسو، كاين قانون اللي كيحكمه واللي كيقول ليه ها شنو خصك دير وها كيفاش خصك تعاقد مع هذاك الشخص المعنوي اللي غيقوم بالتدبير المفوض ديال هذا المرفق، او ها كيكونوا بنود وكيكونوا شروط وكيكونوا اركان ديال العقد اللي خصها تكون مستوفيه وعندها واحد النظره حاليه ونظره مستقبليه، جميع الظروف اللي غتقدر تكون او غتكون اللي كاينه او غتكون مستقبلا. هذا من جهه، كما انه هذا القانون 54.05 عاطيه امكانيه بانه كيف سخ العقد كيدير بزاف ديال التدابير في حال اذا ما احترمش هذاك الطرف الاخر الالتزامات اللي تعاقد عليها في الاول، باش يقول لنا مجلس المدينه انا ماشي انا المسؤول تبعوا لي داك، لا انت المسؤول، انت تعاقدتي بسميتنا احنا كسكان الدار البيضاء، حنايا اللي كنعيشوا في الدار البيضاء وكنخلصوا الضريبه حنا المواطن اللي كان من اكس صغير للكبير، المواطن اللي كيفيق الصباح وكيمشي في هذا الطريق وكيمشي لهاد المرافق الفواتير ديال الدول ما تخدم الظهر ولا ما خصوش يشكى وما خصوش يدوي ما خصوش يقول ان
هذا الشيء راه ماشي حق وبزاف الامور. انت 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 انا ما كان ما كان ما كان ما كان نتوجهش ليه هو كشخص في شخصيه، انا كنقول اكس يعني ايا كان، لانه هذا مشكل تعاقب عليه المجالس ماشي غير هذا المجلس الحالي. انتم اللي تعاقدتوا بسميتنا مع هذه الشركه، وانتم اللي حطيتوا البنود، وانتم عندكم قانون كيحكم هذا الشيء، وكاين كاين نصوص قانونيه، كاين كاين يعني احنا ما محتاجين ماشي غنتسناو حتى تكون الكارثه ونوض انا ندعي ليداك، يعني محمد واحمد وعمر وسعيد كل واحد يدعي بوحده. لا راه مجلس المدينه تعاقد بسميتنا احنا كامل سكن الدار البيضاء مع شركه ليداك، يعني الا كان شي تقصير او شي خرق في الالتزامات اللي التزمت اللي تعاقدت عليها شركه ليداك، راه خاص يتم متابعتها، خاص تطلبوها بالتعويض، خاصكم تفعلوا القانون 5405، خاص تفعلوا المسؤوليه، خاص هذا الشيء خاصو يتفعل باش 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 نكونوا في صوره اوضح. ولكن باش انا تجي وتقول لي لا سير تبع ليداك، ما انا كيجيني تصريح غير مقبول. باش نرجع للسؤال اللي سولتيني على هاد الناس اللي بين ليله وضحاها لقاو راسهم في الشارع ولقاو راسهم ضربوا لهم الديور، هو المشكل متشعب ومتجذر وعنده العروق وعنده الجذور وعنده يعني غير هاد التساقطات الاخيره غير على هذاك المشكل. ما هو راه مشكل زعما متجذر قديم، يعني مباني اي للسقوط وعارفينها أين السقوط، والبيروقراطية تعطلات بزاف باش نفرغوا دوك المساكين ونوجدوا لهاد الناس يعني مأوى، ولو أنا كنقول ولو غير بطريقة مؤقتة أو حل انتقالي أو مؤقت أو فوري باش هاد الناس نلقاو لهم حل يعني نهائي. غير هو اشنو يمكن لهم هاد الناس يديروا؟ انا كيبان لي بانه مشكل انساني وليس قانوني، لان مسؤوليه الدوله في ايواء الناس راه هو مرتبط بحق دستوري هو الحق في السكن. انا كنشوفه انساني على انه قانوني، ما يعني حق دستوري خاص الدوله توفره لك، ما كطالبيهش، ماشي تعويض، ماشي خاصو يكون متوفر لك اصلا. اما باش انه هاد الناس يمشيو غيمشيو يدعيو، خاص كيف ما قلت لك غنرجعوا دائما نظريه الخطا والضرر والعلاقه السببيه. نعم نعم في نفس كنلقاو نفس الدوامه كندورو فيها، لانه وكنرجعوا لك عواطف، القانون كيحكم بداكشي اللي قدامه. داكشي اللي قدامه، ولكن هو اذا قلت لك انا مشكل انساني وليس قانوني، لانه دابا الناس اللي عندهم اللي في المساكن ايلا السقوط وما خرجوش وجات هاد الفيضانات ورابوا الناس ماتوا، واش غادي يمشيو يدعيو الدوله يقول لها حقا انت ما درتيش هذا قنوات الصرف وجا الفيضان؟ ضري غتقول لك لا انتم راه المساكن ايلا السقوط وعلمناكم انتم باش تخرجوا وانتم ما وفرتوش الناس السكن وانتم فهمتي يعني كنبقاو ندورو في دائره. هو غنرجعوا غنضم الصوت ديالي الاستاذ ابو الهدى، قال لك بانه فعلا راه خاص الالتزام ديال المسؤولين السياسيين تجاه الناس اللي انتخبوهم واللي درنا، انه خاصهم يحسنوا الوضعيه ديال هاد الناس، وخاصهم يلقاو حل لهاد المشاكل، وخاصهم يخدموا شويه، خاص الناس يشوفوهم كيخدموا ما تيخدموش. اما الا طرحنا هاد الشيء على المحاكم راه غارقه مشاكل، وهو المشكل في حد ذاته هذا اللي تطرح دابا متشعب. يعني شوف حنا كنا في الفيضانات، ولينا في هذا السكن السقوط، غنوليو في انه في الحق ديال الحق في السكن او الحق في الايواء. حنا شوف دابا يعني حلينا علينا بزاف ديال الابواب، يعني متدرجات. انا في هذه النقطه الا سمحتي غنتقل عند السي محمد. ربما للاسف في غياب تصريحات مباشره للمسؤولين، تبعنا بان الزملاء الصحفيين اغلبهم قاموا بروبورتاجات من عين المكان، كان تواصل مع المواطنين للاسف في غياب جهات مسؤوله على مدينه الدار البيضاء اللي خرجوا ويطمنوا الناس ويتكلموا مع الناس ويدويو مع الناس. لقينا الناس كيدويو مع بعضياتهم كل واحد شنو كيقول. كاين بعض الناس اللي تكلموا على المساله ديال البيوت الايلة للسقوط، ايوا راه فعلا علموهم وكذا، وكان خاصهم يخرجوا وما كانش خاصهم يبقاو في الديور الى غير ذلك. و
ولكن ملي كنجيو عاوتاني نشوفوا واحد الزاويه اخرى الناس كتقول لك اودي انا ما استطعتيش هذاك البيت انا هو اللي سترني انا وليداتي انا ما استطعتيش انني نخرج نمشي نكري اولا ما استطعتيش انني نخرج وندي واحد المبلغ ربما في اطار التعويض وخاصني واحد القدر ديال الفلوس وانا داك قدر الفلوس ما عنديش باش يمكن نسكن في واحد السكن لائق الى غير ذلك تيطرحوا مجموعه من 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 الاسئله في هذا الباب وكنشوفوا قدامنا ربما النتيجه اللي شنا للاسف ناس ماتوا ضعنا فيهم كيبقى مواطنين مغاربه اللي ضعنا فيهم وايضا ناس اللي تشردت للشارع وباقي لا مجيب الا انه تكون الرسائل ديال المواساه ما بين المواطنين والبعض من الصحفيين وما بين المواطنين مع بعضياتهم. فعلا انا بغيت نعقب على واحد الكلمه قالتها الاستاذه هاجر قالت بان هاد الناس خصهم يخدموا قبل ما يخدموا خصهم يحشموا بعدا. انا ما كنعممش ما غاديش نعمم فعلا ما غاديش نعمم كاين بعض منهم اللي فعلا كيشتغلوا كما قلت قبل قليل وكيتواصلوا مع الناس ولكن كاين شي وحدين الله يهديهم كيخصهم يحشموا عام وبعدا واش غادي يخدموا ولا ما غاديش يخدموا. فيما يخص المساله ديال ترك الناس لمصيرهم ف للاسف بيضاويين راه قادرين على شغالو ولكن راه في اطار القانون يخص حتى المسؤول يحترم المواطن. لذلك فانك تخلي الناس في الشائبه في الشارع احترموا المعاناه بعدا كاين فيهم اللي فقدوا الاقارب ديالهم في الانهيار كاين فيهم اللي فقدوا راه كاين الناس اللي خرجوا من الديور طوال كما كنقول يعني حتى الاثاث ديالهم ولا رزقهم ولا سميتو تردم مع مع مع, مع الانهيارات وكما قلت حتى الحوايج باش يتفاو ما عندهم مشكل عندهم شرا الناس في الشارع راه كاين اللي قدر يعطيك شي حاجه راه عطاها كنعرف شخص من 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 احد البيوت اللي انهارت اللي رجع باش يجيب شي حاجه وتعرض للاذى بمعنى ان الناس كانت باغيه تخرج الاذى ديالها ولكن راه للاسف كان الامور صعبه وهنا ممكن هذه نقطه ايجابيه حتى لانه بخيص الناس اشياءهم نقطه ايجابيه للسلطات التي عملت بسرعه على افراغ البيوت المجاوره للبيت المنهار او لا كانت غتوقع كارثه اكبر. السلطه تحركت في اوانه انتبهت الى ان هذه البيوت المجاوره تقريبا 35 بيت تم افراغها من ساكنتها فيهم اللي كما قلت بشكل مفاجئ راه فعلا هذوك البيتين الثانيه اللي سقطوا راه الناس اللي كانوا حاضرين في اي مكان كيشوفوا هذيك المنازل كتمشي وكتجي كانوا كيشوفوها بعينيهم بانها كانت غادي تنهار ولحسن الحظ كما قلت هذا كان التدبير يعني يحسب للسلطه ويحسب للرجال الوقايه المدنيه اللي انتبهوا لخطوره الوضع وقاموا بافراغ كما قلت 35 بيت ربما الدائره سوف تتسع وغادي تشمل بيوت اخرى وكاين ازقه اخرى اللي خصها للاسف خصها هو اجراء مؤلم انك تجي كتخرج شخص من بيته راه مؤلم ولكن حفاظا وحمايه على ارواح الناس انتبهوا لواحد الحاجه وهو احترام كرامتهم فما نلوحهمش عاوتاني للشارع على الاقل هناك سلطه راه كاين اماكن فين تدي الناس يباتوا واحد يومين ثلاث ايام الى اقتضى الحال كاع اسبوع الى حين توفير ملجا اللي قلتوا فيه لايجاد حل نهائي لهذا الكارثه. وللاسف يعني الموضوع فيه جذور كثيره ولكن الوقت ما كيسعفناش. قبل ما نختموا اكيد انه غنرجعوا لمجموعه من التوصيات يعني استاذه هاجر ختاما شنو هي الرساله المباشره اللي يمكن لك توجهها من خلال هاد ما غنقولش هاد التجربه وانما هاد الماساه اللي عشناها وللاسف كتكرر
على مدار سنوات من قبل، لكن في كل مره كتخلينا نغوتوا باعلى الصوت ديالنا وكنعاودوا نساو وكنعاودوا ندوي وكنعاودوا نساو. ربما اليوم جات فرصه باش نقولوا كلام اللي تحفر في الصخر، على الاقل يمكن يحرك بعض القلوب وبعض الضمائر. غادي نوجه رساله بصفتي مواطنه ماشي امراه قانون، رساله قصيره وبسيطه. يجب ربط المسؤوليه بالمحاسبه، هذه الرساله ديالي. نعم نعم، وهي رساله بصراحه رغم انها قصيره فهي في المعنى والمغزى ديالها كبيره جدا، ومشكوره جزيل الشكر على ذلك. استاذ محمد، ختاما شنو هي الرساله اللي توجه او التوصيه اللي نخرجوا بها من هذا النقاش؟ هناك كاينه رساله اللي هي مستعجله، وراه الى لاحظنا اليوم واحد البلاغ ديال صندوق التضامن فيما يخص الكوارث، راه دار واحد البلاغ، وهو هذا البلاغ يتضمن الرساله الاساسيه. اش كيقول البلاغ؟ بان هذا الصندوق هو مستعد انه يوقف مع الناس ويعوضهم، ولكن ينتظر الضوء الاخضر من رئيس الحكومه، لان باش هذا الصندوق يقوم بشغاله يجب على السي العثماني يوقع على مرسوم خاص اللي يسمح ليه بالتدخل واللي ينظم العمل ديالو ويوفر ويسمح له باتخاذ الاجراءات اللازمه من اجل تعويض الناس. معناها كما كان الحل كما كان الحال فهناك حل، ولكن ملي كنشوفوا بان هذه يعني احنا قربنا الاسبوع والناس مازال ما عارفاش فين تمشي، وباقي كتنتظر من يعوضوا على الخسائر، والناس اللي بيديهم الحل ساكتين. ماذا يعني هذا؟ واش يعني يصيروا يعني خذوا حقكم بيديكم او لا؟ هذا رساله خطيره الى استوعبها المواطن، راه مشكل، راه كتريب التعاقد السياسي اللي عنده مع هذا المسؤول، اللي عند المسؤول مع المواطن. خاص العمل بسرعه، راه الامور لا يجب ان تاخذ حيزا كبيرا في الزمن، لان الغضب يتراكم، ولان مشاكلنا، لان اذا كان غير خسائر بسيطه راه مع الوقت كتولي ذات قيمه وكتتعاظم وتصبح غادي تصبح خسائر اكثر. لذلك فكلما كان التدخل سريعا كلما تم الحد من الخسائر، وهذا ما نتمناه من المسؤولين. شكرا جزيلا لكم. طبعا الحال كان اليوم حاضر معنا الاستاذ محمد ابو يهذا، صحفي ورئيس تحرير بجريده الاحداث المغربيه. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه وعلى التدخل الطيب. كان وجه تحيه ايضا للاستاذه بدري هاجر، محاميه بهيئه الدار البيضاء. شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه، بارك الله فيكم، نلتقي ان شاء الله فرصه قادمه باذن الله. ختاما مشاهدينا الكرام، شكرا لكم. ختاما مشاهدينا الكرام، ربما اليوم احنا كنطرحوا باب التساؤل وباب التواصل من خلال هذا اللقاء هذا مع الجهات المسؤوله. راه حنا كنعيشوا في واحد الجو اليوم اللي صعيب، راه كاين البرد، الناس مقهوره في الشارع، فالناس عندها اضرار كبيره، فما يمكنش تستمروا بهذا الصمت الى ما لا نهايه، محتاجين لاجابات شافيه وكافيه. اليوم محتاجين اننا نساعدوا ونساندوا ناس اللي لقات راسها في الشارع بسبب هذا الوضع الكارثي اللي عشناه خلال هذا الاسبوع هذا. هذا من جانب. من جانب اخر، الصحافه ماشي دورها التطبيل، وماشي دورها اننا نقولوا برافو لكم عاد باش كنكونوا مزيانين وزوينين. الصحافه الدور ديالها ان توصل صوت المواطن، الصحافه الدور ديالها انها تفق على المجهود وتنتقد اللامجهود، الصحافه الدور ديالها انها تعري على الوقائع ونقربوا الناس للصوره ونعاونوا الناس ونوصلوا الصوت ديالهم للجهات المسؤوله. فبالتالي اذا ما اخذنا على ذلك فكنعتذروا، لم نعد نمارس حقنا الاعلامي والصحفي اللي تدرسنا اللي درسناه واللي لسنوات وحنا كنتشبعوا من اساتذه كبار على اننا ناخذوا مبدا المهنه النبيله على اكتافنا، ومنها واعلن تضامني من خلال البرنامج مع الزميل رضوان الرمضاني جراء ما وقع بطبيعه الحال خلال هذا الاسبوع. غير ذلك واعلن تضامني مع جميع الزملاء اللي كيرفعوا صوتهم بطبيعه الحال بالحق. كنشكر ضيوفي الكرام، كنشكر ايضا هشام ابو زروال اللي رافقنا اليوم في الاخراج. اعود والقاكم الاسبوع المقبل في موضوع جديد، في نقاش جديد، وللاسف الواقع هو هذا.